يعني ايه اسكادة. ده ان شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. تابعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. احب اقول لك في البداية النهاردة ان شاء الله رب العالمين مفيش حاجة اسمها اسكادة، حاجة تمسكها كده بايدك وتقول ان ديت اسكادة، لا مفيش حاجة اسمها اسكادة كجهاز او حاجة زي كده، هو عبارة عن نظام بيطلق عليه هذا الاسم. اسكادة يا جماعة هي اختصار ل Supervisory Control and Data Acquisition، يعني نظام الاشراف والتجميع للبيانات للانظمة المختلفة. كلنا عارفين يا جماعة ان البي ال سي هو عبارة عن جهاز بيستخدم للتحكم في مكنة معينة، في بامب، في عملية، ينظم لمنظومة معينة، لمكنة معينة، لحجرة، لمبنى، للكلام ده كله. ده ال PLC، يعني بيقول لي الفالف ده يفتح امتى، يقفل امتى، المفتاح السويتش ده يفتح امتى، يقفل امتى، ده اللي بيعمله ال PLC. طيب لو الموضوع وسع مني بقى مثلا محطة مياه كبيرة، بقى مصنع كبير، بقى موقع كبير، بقى مزرعة تربينات الرياح فيها مثلا 200 تربينة، الكلام ده كله اتحكم فيه ازاي؟ هل PLC واحد يعمل لي الحكاية ديت؟ عندك الاسكادا مستخدم في محطات التوليد، مستخدم في طاقة الرياح، مستخدم في مواقع البترول، مستخدم في مترو الأنفاق، تلاقي فيه أنظمة اسكادا في كل الأماكن دي كلها. ليه؟ النظام واسع وكبير، فبضطر أستخدم الاسكادا كنظام للإشراف وجمع البيانات يتحكم في المنظومة ككل. يعني حضرتك لو دخلت أي مصنع أو أي موقع كبير وبص ومشي كده، عينك ممكن تقع على شاشة، بص الشاشة تلاقي مرسوم عليها كل حاجة، مرسوم عليها التانك الفلاني، مرسوم عليها السويتش الفلاني، مرسوم عليها الفالف الفلاني. الشاشة دي اسمها HMI، وهنتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله رب العالمين. HMI هيومن ماشين انترفيس، يعني هو عبارة عن نظام بيخليك تقدر تتحكم في الآلة وجه لوجه عن طريق انك تدخل داتا، تحذف داتا، الكلام ده كله. يعني انا بدل ما عندي بي ال سي بيتحكم في اوضه واحده او في مكنه واحده، لا ده انا عندي بي ال سي بيتحكم في الاوضه دي او في المكنه دي، وبي ال سي بيتحكم في المكنه دي، وبي ال سي بيتحكم في الحته دي. يعني بي ال سي مثلا بيتحكم في توربينه، بي ال سي بيتحكم في توربينه، بي ال سي بيتحكم في توربينه. انا عايز اخد اجمع داتا عن التوربينات كلها، فباخد من ده كابل ومن ده كابل ومن ده كابل، بحيث ان اعمل نتورك ان انا اقدر اتحكم في توربينز كلها مثلا على سبيل المثال، يعني من حجره واحده بس بيسموها الكنترول روم. هل الموضوع ده بقى ممكن يشتغل واي فاي انه يشتغل لسلك دلوقتي، او بيشتغل سلك بانك تاخد حضرتك من كل توربينه كابل وتشتغل في الموضوع ده؟ بتجمع كل الداتا ديت على شاشه، اسمها شاشه كده قدامك اسمها الكنترول روم. في كنترول روم ده نظام الاسكادا، انك بتجمع البيانات والداتا ككل من الموقع كله. بتعمل بقى ايه كنترول روم ديت؟ اول حاجه بتراقب وبتجمع بيانات وبتسجل كل الاعطال وكل الداتا اللي حضرتك محتاجها عن الموقع اللي انت فيه، وبتخلي اعطال او فايل كل الداتا في الموقع كله. عندك فايل طويل كده حضرتك ممكن ترجع له في اي وقت لو حصل عندك اي عطلة او اي شيء عايز ترجع له، وبتبدأ ترجع للفايل ده من خلال الكنترول روم. وده من اهم مميزات نظام الاسكادا يا جماعه، انه بيجمع بيانات وممكن تتحكم في موقع كامل من خلال شاشه صغيره او كنترول روم. توقف التوربينه الفلانيه، تشغل التوربينه الفلانيه، ده بتكلم على التوربينز بحيث ان هو كمثال، برضه في المصنع، برضه توقف المكنه الفلانيه، توقف المصنع كله، تتحكم في موقع كامل من بلد تانية، ده موجود. فنظام الاسكادا نظام مهم جدا، ونظام بيخلي العمليه مرنه وسهله في ان انت تتحكم في اي عمليه موجوده عندك في الدنيا. يعني مثلا في مصنع ما عند حضرتك سخان درجة حرارته قلت، نظام الاسكادا بيراقب، قال لك ده قلت، اه هنرجع معاك، فارفع السخان ده تاني، فالف فتح او ما فتحش، فبيقول لك العطل في المكان الفلاني، ابدأ حضرتك اتعامل معاه. يبقى نظام الاسكادا بيعمل مراقبة وتجميع وبيعالج البيانات. يعني ايه يعالج البيانات؟ يعني الداتا اللي حضرتك مدخلها له بيبدأ يخليها كريفرنس ليه، يعني حصل حاجة معينة غير اللي حضرتك مدخلها له، بيبدأ يتعامل معاها ويعدلها. يتعامل مع كنترول بتاع المكن زي البامبس والفالفز والمورورز. عندك الاتش ام اي اللي هي الشاشات تبقى موجودة في كل ماكينة حضرتك تستخدمها في النظام. اتش ام اي عبارة عن شاشه معموله عليها زي سيميوليشن للنظام اللي قدام حضرتك او النظام اللي انت بتتحكم فيه، وبتقدر من خلال الشاشه دي تتحكم في، يعني تشوف المكنه في حالتها عامله ايه، درجات حرارتها عامله ايه، هل هي شغاله ولا مش شغاله، هل هي مثلا ران وكونكتد ولا ران مش كونكتد، الكلام ده كله تقدر حضرتك تشوف. يبقى نظام السكادا عباره عن نظام بيربط مجموعه من البي ال سيز ببعضها البعض عشان اقدر اتحكم فيها من حته واحده. بس ما كل يعني مثلا حصل عطل في مكنه معينه، ايه اللي يديني هنت او يديني ملاحظه ان المكنه دي عطلت؟ انا عارف بي ال سي شغال كل حاجه، وهل مطلوب مني ان انا كل يوم الف على 200 تربينه مثلا في الموقع علشان ابدا اعرف انهي تربينه عطلانه؟ لا، طب ما انا عندي نظام سكادا موصل المكن كله ببعضه، بحيث لو حصل عطل في مكنه معينه او في تربايه معين بيقوم جاي يديني على السكادا. فالراجل اللي هو قاعد السوبرفايزر بتاع السكادا يقوم جاي متصل بالناس، يا جماعه ده في عطل وفي الارم في المكنه الفلانيه. بس الموضوع سهل جدا، فانت كده ريحت الدنيا وخليت العمليه اكثر مرونه واكثر استمراريه، ووفرت على نفسك وقت وجهد في ان انت تصلح عطل مكنه معينه. يعني انا عندي مثلا مكنه فيها معينه بي ال سي، البي ال سي ده مرتبط بشاشه اتش ام اي، اتش ام اي ده خاصه بمكنه، ومكنه ثانيه نفس الكلام فيها بي ال سي وفيها اتش ام اي. بيربط ال
اتش ام ايز دي كلها ببعضها ممكن تظهر معايا على نظام الاسكادا بحيث ان اقدر اتحكم فيهم عن بعد. ارجو يكون موضوع الاسكادا ده واضح لحضرتك، ده نبذه مختصره عن موضوع الاسكادا ويعني ايه اسكادا. ناس كتير بتبقى متهيبه الموقف من بعيد، هو ده انا فتحت لك الدنيا يعني ايه اسكادا. عايز تكمل في المجال سيرش ودور كتير وتعلم، خد كورسز وابدا طور نفسك، نو بروبلم. انا وظيفتي ان انا افتح لك، بقول لك اعمل لك ادراك ان في حاجه أكيد اسمها اسكادا ويعني ايه اسكادا وبتستخدم في ايه. عايز اتعمق في المجال، عيش الكورسز ماليه الدنيا. ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب في القناه لو مره حضرتك شفنا. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.